امبارح بالليل لقيت شويه عيال شباب كلهم سنهم ما يزيدش على 17 18 سنه وعلب الوان مسلم وكده وبيشتغلوا. فطبعا انا اتضايقت لان ده الافريقيا بتاع الاتحاد الافريقي والتمثال موجود هنا ومنظر يعني يسيء لسمعه البلد ككل. قعدوا يدهنوا ويلونوا يعني. اتصلت بالنجده قلت لهم تعالوا شوفوا في شباب بتعمل كذا 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 في الحته الفلانيه. قال لي طيب. كل اللي عمله انه اخد اسمي ورقم تليفوني اللي انا بتصل بيه منه وخلاص. ولا جو من امبارح بالليل لغايه النهارده ما حدش جه، رغم ان جوه في قلب الشارع هنا في اخره او في نصه في نقطه بتاعه الدوريه بتاع النجده. بداوا فيه بالليل من بعد الساعه 1:30 كده علشان ما فيش حد بقى الدنيا رايقه وفاضيه. قعدوا لغايه الساعه 3:30 ولا بقى 3:30 بالليل وهم قاعدين يلونوا ويعملوا سلم ويشعبطوا.